المشكل اللي وقع ليا هو النصب اللي وقع ليا مع الشركه ديالي. غادي مع مناشاري وقع الشركه ديالي فيها سيدي ماسيك مصطفى السلامي جمال المدرب ما عرفتش المدرب علاش المهم ومصطفى مستودع حتى هو كان لاعب حتى هو. المشكله سيدي حنا الشركه هاد الناس حنا شركه وشرينا بقعه وبنينا كان بني فيها وهو الناس خارجين ديما خارجين برا وتكلف بهم ماسيك عنده الوكاله ديال ماسيك وبدينا كنخدموا انا كنقول ليه الفلوس كيقول لي الفلوس راه ما عندناش كنقول ليه انا غادي نخدم بلا فلوس انا خد الشركه انا بديت بها انا غادي نتكلف بلا فلوس الله شهاد هاد الهضره اللي كنقول هي كاينه قلت له غادي نخدم كيقول لي صاحبي ملي كتقول شهرين ثلاث شهور راه ليا كيقول لي راه باقي ما دخلوش راه خرجوا برا باقي ما جاوش ملي عاوتاني كيجيو كنقول لي راه كيقول لك راه ما عندهمش راه السلامي عنده واحد المشكل في الطاليان ديال واحد اللوزين ومشارك في شي حاجه شي ناس راه نصبوا عليه وداو ليه ديالو انا النصب اللي هو راه انا مخطط ليا وكيكذب عليا بان راه السلامي وقع ليه في الطاليان وقع ليه فاكا قلت له ماشي مشكل المهم انا غادي نصبر زيد شويه تركنا في البقعه ديال في مراكش لوتيسمان المنار الاطلسي رقم 128 انا اللي شاريها عند السيد من العائله انا اللي بانيها عندي كوطره مع البناي انا اللي شرفت على الاشغال كلها بالوثائق كل شيء اللي شرفت عليها انا اللي شرفت على الوثائق وكل شيء حتى جاو عندي واحد النهار قلت لهم الله يرحم والدين اعطوني فلوس بديت في الاخر ديال 2007 وساليت الاشغال ديالها تقريبا 2010 كنقول لهم الفلوس كيقول لك اللي خليه واقفه تما بقى لي شي فلوس بقات 2011 2012 كنقلب عليهم والو 2015 تلاقينا قلت لهم خصنا نجلسوا نقادوا المسائل ديالنا ما خصناش نبقاو هكا تلاقيت معاهم جلسنا قال لك اسيدي انت الله يرحم والدينا اش غدير دابا حنا عرفناك انت معقول عرفناك شنو فيني ونتحاسبوا قلت لهم لا انا ما عنديش قال لك لا راه عندك اسيدي وانا جابوا لي واحد السيد كيعرفوا السفري راه سميتو حسن السفري السفري ما كنت يوسف السفري قال لي راه كيعرفوا جابوا لي فعلا من المحمديه قال لي صاحبه خص يحضر هو جا وقال لي انت اللي غتفيني انا كنضم لك هاد الناس هادو قلت له شكون انت قال لي انا صاحب السفري ومشارك معاه وهذه قلت له انا المهم قال لي انت الحاج ما غاديش هاد الشيء يضرك حتى في شي حاجه كدرتي بعدا في الاول اكمل ونفضي ونتحاسبوا اللي عنده شي حاجه ياخذها شفت تعيد قلت رانا انا نتفك باش ما كنتفك باش ما كان خصني نفك راسي قلت له اسيدي غنتكلف الوريقات غنصيبهم بيرمي دابتي غناخذو التيتر غناخذو كل شيء المسائل كلها درتها خديتهم يلا خديت داكشي ما كايناش واحد الشهر واللي كنقلب عليه بقى واحد الشهر كنقلب عليهم كنقول له حنا خارجين هذا في انجليز هذا في تركيا هذا مشى مسافر هنا حتى جي واللي قلت له صافي راه دابا داكشي بقى شي لمسات الاخر اللي بقاو ما بقاش شي حاجه قلت لهم جيو دابا باش ناخذوا وريقاتنا ونتحاسبوا كل واحد ياخذ حق ديالو بعدا ديال اللي بني كل واحد شنو خاص ما كاين حتى مشكل ونكملوا المسيره ديالنا قال لي عاكون هاني دابا راه خارجين راه هادي خديت بيرمي دابيتي عيطوا فعلا انا الله شاهد خديت بيرمي دابا عيطت عليهم قلت لهم وريقات صافي راه محافظه راه خلصها راه بالشك المهم راه الروسي ها هو وعطيته للسي جمال قلت له السي جمال ها انت الروسي ديال المحافظه انا خلص المحافظه خلص كل شيء بيرمي دابيتي ها هو قال لي عطيش غدير وريه لمصطفى مستودع واعطيه فوتوكوبي ديال بيرمي دابيتي عطيه فوتوكوبي عطيته فوتوكوبي ديال بيرمي دابيتي مصطفى مستودع في القهوه في افريقيا في كازا حدا اسبان عطيته اسيدي فوتوكوبي واللي كنقلب عليه ماشي نجلسوا دابا راه كل شيء موجود اجي نتحاسبوا بلاتي حنا خارجين حنا داخلين داز رمضان ومارت شي سيمانه ما عرفت شنو كتعيط عليا نوطيره كتقول لي اجي راه مابقى عندك والو قلت لها شنو فاش مابقى عندي والو قالت لي التيتر ديالك راه سيدي راه مشاو راه مابقى عندك حق حتى في شي حاجه الا 3% انا كنعرف عندك 33% قلت له في انا عندي 33% قالت لي مابقى عندك الا 3% ولا 4% راه دخل لك في النصيب ديال كل الدواء بهذا اللفظ انا تلفت ما عرفت شنو كنمشي مشيت عندها قلت لها ها انت نعطيك ها انت جبت والو دخت جيت لمراكش كنقلب في المحافظه كنلقانا شهرين ما كنلقى حتى شي الدوسي اللي كاين في المحافظه كنقلب المحافظه كيقول لك حنا كونجي شهر 8 كونجي وهذه ما كنلقى لا التيتر ديالي لا حتى شي اثر ما بقاش كنلقاه في المحافظه اثر ديال شي حاجه ما كايناش كنرجع للنوطير كنقول لها راه ما لقيت والو كتقول لك ها انت
انا كندخل ها انت شوف بعيني وكتحط لك كل شيء. راه سميتو راه سميت واحد اخر سميتو هذا هو اللي كنقول لك اللي سميتو السفري يوسف السفري راه كل شيء هادشي سميتو. كيفاش التدرب سميتو ما فهمتش انا هادشي اللي ما فهمتش ملي كنقول لي انا يوسف يوسف اش كيفاش هادشي كيقول لك انا راه حقي كنقول لي باش نحق شكون اللي باع لك با سيدي الوكاله راه عند ماسيك كنقول انا راه ما يديرش الوكاله الماسيك ما يدير الوكالات ليش انا اللي خدام بيرميدا بلي صوبتو محافظه خلصها الجماعه انا اللي خلصها اي حاجه انا اللي خلصها والبني انا اللي شارف على البني كامل بالفينيسيون كلشي عندي الشهود ديالي موثقين كاينين والوريقات كاينين والمختبر كاين باش درت كلشي انا هادشي عندي كلشي عندي. قلت له اشنو دابا قال لك لا انا الفلوس عطيتهم الماسيك. قلت له واخا سيدي عطيتهم الماسيك راه عطيني ماسيك باش كيعطيني كنطلب من ماسيك تدو ياك صحابكم انتم اصحاب الله يرحم الوالدين ديروا مع ماسيك وجيبوا لي الفيرمات اللي خصاتين باش كتفيرسيلو الفلوس. قال لك لا ما نجيبهمش. ملي جابهم ليا جابهم ليا مزورين جاب لي 300 مليون مزوره ديال البنكه كلها مزوره كلها مزوره كي بينما خارجين عنده الفلوس وداخلين عندي كنلقاو ما كاينينش. ها هي رولفي كاين كنقلبوا ما فيه والو ولكن ها هي الفيرس ما كيديرها ما كيفاش كيدير الله اعلم. انا راه عطيتهم القضاء هو غادي يحقق فيهم. لو كان انا ما عطيتهاش لي انا اللي كاين انا اللي شرف جميع الوثائق انا اللي كنصوبهم كيفاش غنعطي الوكاله انا في عين المكان انا اللي باني انا اللي شاري انا اللي جالس تما 10 سنين وكيفاش غنعطي الوكاله لواحد السيد ما كاينش والوريقات كيوثقوا هذا الشيء هذا اللي كنقول كلشي عندي الوريقات كيوثق هذا الشيء هذا ماشي كنقول بفمي كنقول بوثائق وثائق انا كنضمنهم كاينين اللي بغاو نعطيهم ليه. مصير ديال العماره نادو باعوها مشيت انا ملي مع النوطيره وراتني واحد الاستاذ قال لي هذا هو اللي غيتكلف لك هادشي وفعلا مشيت لعندو عطيتو المسائل كلها جبدها في المحافظه مشيت جبد داكشي في المحافظه داير اسمي دار الدعوه انايا عند وكيل الملك ودارها الاستاذ ومشينا داكشي ومشيت للمحكمه في مراكش ومشيت للمحافظه ومشيت عند المحافظ الاول قبل بغيت نضار معاه كيقول لي انا ماشي شغلي كنقول له هاد الوكاله راه ما كايناش هذا راه انا ما درتهاش قال لي انا ماشي شغلي جابوا لي الوكاله دوز النوطير انا كنقول له هاد النوطير